اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت تلي ميديسن. وفي انتظار كل المكالمات، اسئله واستفسارات ورد عليها مباشره من الساده الدكتور الفاضل محمد سعد حامد، استاذ السكر والغدد الصماء، كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. انا بس عاوز ابلغ المشاهدين ان انت ليك اسمين، اسامه وحسام. فما اقول له استاذ حسام هي الاستاذ اسامه، ده الاسم الفني اظن حسام، مش كده؟ تمام. لكن الفني حسام رفاعي بس هو حسام اللي موجود في البطاقه. الشهره اسامه. الشهره اسامه، لكن الاسم الفني والرسمي هو حسام رفاعي. الاثنين احلى من بعض ما شاء الله، يعني انت برضه عايز من ساعه ما اتولد الحمد لله. وانا برضه عايز اقول للساده المشاهدين ان احنا دلوقتي بقى عندنا البرنامج على قناه الصحه وجمال. نعم. وعلى الفيسبوك يعني يوم الخميس، وكان في اقبال شديد جدا الحمد لله على الفيسبوك، ونسبه المشاهده الحمد لله، والناس كانت بتسال وما سابتش كمان الواتساب وما سابتش بفضل الله، بس احنا مقصرين في حقهم لان كانت زحمه جامده قوي وما ردناش عليهم. البركه بقى في حضرتك، الله يخليك. واحنا بنوعدهم ان شاء الله ان احنا هنرد عليهم في اول الحلقه اللي هي جايه يوم الخميس الساعه 9 مساء. تمام. يعني بتهيألي الكنترول لحضرتك عنده من المره اللي فاتت اللينكات او اسامي صفحه الفيسبوك، هي في واحده سهله يكتبوا الاستاذ الدكتور او الف دال محمد سعد حامد، هي وفي واحده ثانيه بس بالانجليزي محمد سعد محمود، والاستاذ اسامه برضه نفس الحكايه. هو انت كاتبها ايه يا اسامه؟ اتش ار دي اسهل. اتش ار سليمان. اتش ار سليمان بس بالانجليزي. بالانجليزي سليمان. بس عامه لو دخلوا على اللي بالعربي هيخش على اللي بالانجليزي، كله بيوصل، كله بيوصل. بس في سؤال يا دكتور انا تملي بنسى. اتفضل. لان على فكره بيتصلوا بي على الرقم الشخصي الناس اللي تعرفني. نعم. اني تملي متعشمين ومحتارين ان عايزين العنوان العياده بتاعتك. انا عارف ان حضرتك بتعمل البرنامج ده برنامج انا بعتبره برنامج، انا بالنسبه الشخصيه ليا برنامج وطني. الله يبارك في حضرتك. انت من غير ما تشعر انت يعني راجل وطني بتخدم البلد، وبخصوص الظروف اللي البلد مرت بيها او العالم اللي ايام الكورونا. فطبعا دي مساعده كبيره جدا جدا للمشاهد وهو قاعد بيشرب الشاي بياخد الدواء بتاعته والروشته بتاعته. ولم تكتفي بهذا بل توصلت الى الفيسبوك، وكل ده من وقتك. وانا بصراحه من شايف اي منفعه لحضرتك مباشره غير حبك للمريض ان يبقى في صحه، يعني انا وده بناء مجتمع. بس انا بناء مجتمع مش عايز اتكلم في هذا الموضوع كتير، بس هو الحقيقه لو احنا خدنا عيانين من هنا او من خلال الفيسبوك او من خلال، يعني يبقى هنفقد شويه مصداقيه، ده احساسي. هيبان ان هي احنا بنعمل برنامج دعائي عشان نكسب من وراه، او زي اللي برضه بياخد الدين وسيله للسياسه او وسيله للمكسب او وسيله ياخد بشكل الصدق والامانه او صدق في الطب، والناس بتنخدع. او هو لو دنيته من جواه ان ده هدف فهو بيفقد كتير جدا من حسناته. صح. مش عايز اتكلم وطيل بيه، لكن انا الحقيقه رافض كتير، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت كتير جدا حتى اصدقاء، والله العياده فين أبي. الكلام ده انا شايف ان انا اقدر اخدم الناس بنسبه 90%، يعني لو اتصل بيا 9 اقدر اعالجهم على الهوا بنسبه 90%، يعني 10 انا اعالج 9. الواحد ده لا هنصبر مع بعض شويه هقدر اعالجه برضه. أكيد. عن طريق الهوا. لو ما قدرتش اعالجه، هي دي بقى المشكله استاذ اسامه. تمام. على الهوا هيكون التكلفه عاليه. طيب هنيجي نعمل تكلفه عاليه في القطاع الخاص، يقول لك يا دكتور محمد سعد كان بيعمل الموضوع ده عشان يكسب وعشان يعمل، واحنا عايزين نبقى المصداقيه عاليه. اي حد يقعد يتكلم والاخر يبقى في بيع، شك فيه. صح. يبقى اصبح انا بفضل اسمع اي حد على فكره في الطب، في السياسه، في الاقتصاد، في الهندسه، والاخر الاقي في بيع بعدها، يعني عشان يكشف عنده عشان يعمل. اصبحت العمليه تجاريه من وراء التجاره. لا لا لا، انا شخصيا ما بقتنعش. تمام. بشك فيها على طول. تمام. نتكلم بقى النهارده. والله يا دكتور الحلقه اللي فاتت بس كانت على الفيسبوك. نعم. واكيد طبعا في من المشاهدين بتوع قناه صحه وجمال عشان ما نظلمهمش. نعم.
كنت حضرتك بتتكلم في حاجة مهمة جدا جدا، ان ازاي المريض يساعد نفسه من داخل بيته لاكتشاف مرض السكر. بس انا عن نفسي، انا بتكلم شخصيا عن نفسي، ان انا كنت مستمع جيد ومشاهد جيد زي اي مشاهد مش مذيع، ان فعلا ازاي ان الواحد حتى لو ما فيش سكر ازاي يحافظ على ان هو يستمر الى هذا، لاني في حاجه اسمها بري دايبيتك، يعني مثلا ممكن حضرتك طبعا عندك المعلومات الكامله، ان مثلا ممكن حضرتك تقول مثلا بعد الكشوفات ان الشخص ده احتمال بعد 4 سنين أو 5 سنين هيصيبه بالسكر. ده سعادتك دلوقتي دخلنا في موضوع صعب جدا اللي هو التنبؤ بالسكر قبل حدوثه بعده سنوات. تمام، نجاوب بس عشان احنا عندنا تليفون واحد خلاص، فنجاوب الاول اللي متصل وبعدين نكمل. تمام يا دكتور. طيب ام مصطفى من بني سويف، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، ازي حضرتك يا استاذ حسام؟ الحمد لله نعمه وفضل. الحمد لله رب العالمين، وسلم على الدكتور سعد، وكل سنه وانتم طيبين. طيب يا فندم، الله يبارك في سيادتك. كنت عايزه اتكلم مع الدكتور سعد الله يبارك فيه، واقول له كده يعني امنيه، هي امنيه كده يا دكتور سعد، يا ريت حضرتك كده يعني في بدايه الحلقه تدينا معلومه طبيه كده على الهواء، زي كبسوله كده على الهواء، في حاجات كتيره ممكن تكون انا ولو كتير من الناس المستمعين تكون غايبه عننا. يعني انا مثلا هبدا النهارده حضرتك واسالك، جرثومه المعده يا دكتور سعد هي حقيقه ولا لا؟ لان في بعض الدكاتره طلعت على الهواء في التلفزيون وقالت هي ما فيش حاجه اسمها جرثومه معده، وفي بعض الدكاتره بداوا قالوا ده في جرثومه المعده وبداوا يدوا العلاج بتاعها. فمن فضلك نستنى يعني دقيقتين من وقت حضرتك في بدايه كل برنامج تدينا كبسوله على الهواء كده، يعني كبسوله طبيه. طيب. في اللي بتوه عنه انا وبعض الناس كتير قوي من المستمعين، وشكرا ليك وشكرا على وقتك. شكرا، العفو. شكرا مصطفى. هي برضه احنا بنقول لابو مصطفى الكبسوله دي هي المسؤوله عنها كل اسبوع. طيب. يعني في بدايه الحلقه تتصل تقول لنا اتكلموا على الكبسوله. طيب، ام مصطفى بقت مسؤوله خلاص عنها. كبسوله ام مصطفى. خد بالك. جرثومه المعده دي اكتشفت في نهايه الثمانينات. تمام. ودي حضرتك كانت بيسموها هيليوباكتر، لانها لها هي عباره حضرتك جرثومه طويله كده، ولها زي ما تقول كده كرباك، زي الكرباك. تمام. والكرباك ده بيلف زي الهليكوبتر، يا مروحة. واخد بال حضرتك؟ تمام. الجرثومة دي بدأوا يلاقوا بينها وبين قرحة المعدة والتهابات المعدة علاقة، واتعملت تحاليل ليها، يا إما بناخد عينة من جدار المعدة أثناء المنظار، يا إما في طريقة تانية إن احنا بنخلي العيان يستنشق حاجة ومش عارف كده. احنا هنكمل جرثومه مع الناس، لان انا شايف احنا عندنا تليفون واحد يا جماعه. فهنبقى عدد الاتصالات للاسف مش هناخد عدد كبير غصبا عنا. خلاص يعني فضل. احنا معنا الاستاذ عبد الرحمن من سوهاج. اتفضل يا استاذ عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم، عامل ايه حسام؟ الحمد لله تمام. اتفضل يا فندم. عبد الرحمن معك من سوهاج. مرحبا بيك. مرحب بيك يا استاذ عبد الرحمن. اكلم استاذ محمد. دكتور محمد. دكتور محمد معاك. اتفضل. دكتور. نعم. السلام عليكم. صحة الله وبركاته. انا عندي 30 سنه يا دكتور، ولين السنه جاني العصب السابع. ايه؟ العصب السابع. عندك العصب السابع بقاله قد ايه؟ فكانت النسبه 46 وحاليا بقت النسبه 10 يا دكتور. مش فاهم. ممكن تعلي صوتك بس شويه يا استاذ عبد الرحمن؟ كانت نسبه العصب لما تدمر 46%. 46 اصابه العصب السابع 46%. من امتى الاصابه دي؟ من امتى الاصابه؟ لها سنه النهارده. طيب عندك سكر ولا ضغط ولا اي حاجه وانت سنك صغير؟ ولا حاجه. كنت راكب عربيه والشباك مفتوح ساعه ما جات لك ولا حاجه من دي؟ لا، كان في عندي التهاب في الاذن الوسطى. طب الالتهاب ده صديدي؟ لا مش صديدي. مزمن؟ لا ده يعني يعتبر ايه، وجع كده هو في الجيوب الانفيه. لا، الاذن الوسطى، ما انا معاك، الاذن الوسطى، الجيوب الانفيه تجيب الاذن الوسطى بس. دي مثلا بتقعد شهر وشهرين، 6 شهور. رد عليا. لا، دخلت يومين يا دكتور وجاني العصب السابع على طول. ماشي، اوكي، ده بيبقى روماتيزم اكتر منه، يعني المفروض يخف. المهم، وبعدين؟ انا حاليا عملت اشعه عند الدكتور فقال لي نسبه العصب المدمره 10%، وال 90% شغالين. 10% العصب المدمر على كده. مش سامع.
السؤال ايه طيب يا استاذ حضرتك؟ السؤال ايه؟ دول كل ممكن يا دكتور العين تقفل. ايه؟ ال 10% عندك العين تقفل. العين بتقفل. يعني دلوقتي عينك بتقفل مش كده؟ ايوه. و 10% متدمرين. و 10% متدمرين. اي عين اللي بتقفل؟ اللي فيها الاصابه ولا الناحيه الثانيه؟ اللي فيها الاصابه. وقبل كده اول ما جات لك، استنى بس، اما جات لك الاصابه كانت العين مفتوحه ولا بتقفل برضو؟ لا كانت مفتوحه الاول. دلوقتي بتقفل غصبا عنك. ايوه. يبقى اذا في اثاره جوه الاذن الوسطى بتاثر على العصب تخليه يدي اشاره كهربائيه للعين انها تقفل. دي حضرتك اعتقد ان احنا لازم نكشف تاني، نعمل فحص كهربي لوظيفه العصب السابع ونشوف بيدي اشارات شكلها ايه، وبعدين ندي علاج بعد كده. يعني بقول لك يا دكتور انا اكتف عند دكتور انف واذن وحنجره ولا مخ واعصاب؟ لا خلينا في انف واذن دلوقتي ان شاء الله. وجرب دواء كده اسمه تجريتول 200 مللي جرام، حبايه الصبح حبايه بالليل، ربما يخفف لك الموضوع ده شويه. الف سلامه. شكرا استاذ عبد الرحمن، ولو في حاجه ما لقطتهاش تتابع الحلقه تاني، بتتعاد مرتين تقريبا بالليل. انا شايف ان احنا نجيب الموبايل واخد بالك ونفتحه قدام حضرتك، لان احنا كده بنضيع نص الناس يا عيني اللي عايزين يتصلوا بينا. يعني يحط رقم الموبايل حضرتك على الشاشه ونجيبه عادي نفتحه دلوقتي. عشان الزبزبات التليفون هو بيقول لي، من الحلقه الجايه ان شاء الله هجيب التليفون المناسب للموضوع ده. طيب خلاص يستحملونا بقى الناس، معلش يعني كده. فهو بالنسبه للهيلوباكتر تمام. طيب جالك حد؟ لا خش على طول، خلينا مع العيانين. جالنا ابو حسن. سلام عليكم. ابو حسن. السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا، ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل يا ابو حسن، مرحب بيك. انا عندي ضغط من سنتين وباخد علاج الضغط. اتفضل. قطع. كمل يا ابو حسن. وفي جسمي بينزل اليومين دول زياده. خسيت يعني؟ خسيت؟ بخس. سنك كم سنه حضرتك؟ 53 سنه. كان وزنك كام وبقى 53؟ طيب وزنك كان كام وبقى كام وخلال فتره قد ايه؟ كان وزني كان 98، دلوقتي 80. خلال قد ايه نزلت 18 كيلو؟ خلال قد ايه؟ خلال سنتين. طب وانت زعلان ليه؟ انت عامل ريجيم ولا مش عامل ريجيم؟ مش عامل ريجيم بس بان على جسم الخساسان زيادة يعني. طيب حاضر، اتفضل اقفل واقول لك تعمل ايه. حاضر، الف سلامة. شكرا شكرا ابو حسن. هو طبعا ان المريض يفقد الوزن دي من ضمن الحاجات المقلقة جدا، يعني بتعيشه هو والاسرة اللي حواليه في نوع من الرعب الشديد، وهو مش غلط حتى لو على مدار سنتين يا دكتور. والله هو لانه واضح انه ما بيعملش رجيم. نخبر حضرتك يعني هو لو بيعمل رجيم وعنده 53 سنه فيبين عليه العجز، يعني لما بيخس بسرعه كده الوزن بيعمل. اعمل لنا تحليل سكر صايم. يخش على الحلقه بتاعتنا ازاي يا اسامه اللي احنا عملناها على الفيسبوك الاسبوع اللي فات، اسمعها كويس قوي وتعمل لي تحاليل سكر زي اللي انا قايله في الحلقه. ممكن تخش حضرتك على الصفحه بتاعتي تكتب بالانجليزي محمد سعد حامد ام او اتش اي ام اي دي اس اي اي دي اتش اي ام اي دي على الفيسبوك. تمام. هتلاقي الحلقه دي موجوده، اسمعها، اعمل اللي فيها ازاي تشخص السكر بتاعك، وكلمنا الاسبوع الجاي ان شاء الله. وهي هتبقى على الهوا كمان، هيعملوا عليها اعلان. طيب. معانا الاستاذ محمد من السويس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. من فضلك انا والدتي عندها 65 سنه، بس مشكله رجلها رجلها الاثنين فيها ورم طول الوقت، وعندها رجلها بتنقح عليها، وعندها اساسا مشكله في الغضروف، فما فيش اي مسكنات نافعه معاها خالص او كده. قول يا حبيبي، الغضروف هي بتاخد له مسكنات جاهزه؟ بالظبط. ليه بس وزن الوالده؟ رجلها ما بتقدرش تقف عليها يا فندم. وزن الوالده قد ايه؟ تقريبا 95.
وطولها قد ايه؟ لا هي قصيره، يعني 195 95 يا فندم الطول، الوزن 95 95 والطول 145. بالظبط بالظبط يا فندم. يعني احنا عندنا 40 كيلو او 30 كيلو زياده على الاقل. تمام تمام. طبعا صعب في السن 65 سنه لانها خسي ومش هتعرف تمشي عشان تخس. ما هي المشكله يا فندم ان هي ما بتقدرش تمشي على رجلها او كلام زي كده، او في سكر، في سكر او ضغط عندها؟ لا بفضل الله ما فيش اي سكر او ضغط. انت عايز تقول ان الالام شديده جدا بدرجه ان هي ما بتعرفش، الادويه ما بتجيبش نتيجه معاها. والله يا فندم، بس هي كمان وهي قاعده بنحاول نحرك لها رجلها كده عشان ما تبقاش قاعده ثابته في مكان واحد او كده، نحاول نشيلها، بس في نفس الوقت ما عايزه تمشي او تتحرك ما بتقدرش عشان الورم اللي في رجليها. يعني لو مشكله رجليها اتحلت هي ممكن تمشي على رجلها بشكل طبيعي او بتخس او كلام زي ده. طيب في ادويه بتاخدها تاني ولا حاجه؟ لا ما فيش اي ادويه بتاخدها. طيب اقفل حضرتك وانا هكلم سيادتك هرد عليك. حاضر. شكرا شكرا استاذ محمد. هو طبعا دلوقتي احنا عندنا يعني مشكلات، اولا عشان هي مدلدله رجليها طول النهار فيبقى حضرتك في ورم في الرجلين. بس أكيد. عاوز اقول له لو في ورم في الوجه مع ورم الرجلين يبقى يتصل بيا تاني ويقول لي. لكن تمام. وجه ما فيش، يبقى عاده ان الورم ده نتيجه دلدله الرجلين فترات طويله. فطول ما هي قاعده حضرتك بتتفرج على التلفزيون ولا بتعمل اي حاجه ترفع الرجلين، يا ريت يبقى اكبر من مستوى الراس. صعبه طبعا، الواحد هيتقلب. تمام. ولكن اهو حطها على مخدات ولا حاجه، او وقت النوم تحط مخده. بس هو الحقيقه المفروض يبقى اعلى من مستوى القلب، بس مش مشكله، هيبقى صعب قوي تطبيقيا. احنا ممكن ناخد دواء اسمه حضرتك لازيلاكتون. لازيلاكتون ده حضرتك حبايه قبل الفطار بساعه 5 ايام في الاسبوع، وتقلل الملح تماما. بالنسبه حكايه المسكنات انها ما بتجيبش نتيجه، انا يا ابني خايف على الوالده في سن 65 سنه مسكنين. ندي مسكنات كتير تعمل فشل كلوي تمام، او انها تعمل. فخلينا بس كده نفضي الرجلين الاول، وبعدين ممكن مع شوية علاج طبيعي يعني حد يجي مرة ولا اتنين يعلمكم، وتعملوا الموضوع ده ان شاء الله وتتصلوا بينا تاني بالشفاء ان شاء سلام. الله معنا استاذ حنان من الاقصر. السلام عليكم. الو السلام عليكم استاذ حسام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور محمد؟ اتفضلي يا استاذ حنان، اتفضلي الدكتور معاك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن ابويا والله العظيم عندي سكر وقلب وعنده حرارة في جسمه. يعني ايه حرارة سيادتك؟ يعني التهابات؟ زي المسامير كده. لا بيشعر بمسامير ولا في الجلد عليه طفح؟ لا الجلد عليه طفح. لا مفيش طفح ولا حاجة يا دكتور. يعني انت حضرتك بتحس ان في غزغزة زي الدبابيس؟ انا في راسي طالعة لي حرارة زي المسامير. يعني عندي سكر وعندي ضغط، بقى شهر انهرت بعالج زي مرضية تفقه. طيب السكر كام اخر تحليل؟ السكر كان 185. الصايم وبعد الاكل وبعد لا عشوائي. طيب العلاج اللي بتاخده ايه حضرتك؟ باخد علاج تامين صحي اللي بيدونا البرشامة اللي على الريق اللي بناخدها قبل الفطار. وباخد سيريفاج. ايه؟ سيدوفاج مش عارف ولا حاجه. جلوكوفاج او سيدوفاج؟ سيدوفاج. ايوه يا دكتوره. الوزن اخر 6 شهور زاد ولا قل ولا ثابت؟ لا والله هو في الاول كان ثابت، مره ينقص ومره يرفع، بس ليه جاء من فتره قريبه بقي 285. طبعا روح للدكتور وتعالج، خدت علاج هو بيتكلم على السكر تقريبا 150 زي كده. لا بتكلم على وزنك. وزنك لا وزننا داخل على فوق ال 80، 81 ثابت ما خسيتش؟ لا ما خسيتش. لا طيب اتفضل اقفل التليفون وانا هكلمك ان شاء الله. شكرا شكرا على الاتصال. هو بالنسبه للحاجات اللي على الراس في مرهم اسمه بولي ديرم. بولي زي البولي اسيتيلين كده، ولا البولي بتاع الجماعه دول. بولي ديرم. ديرم يعني بولي جلد ديرم. وبولي يعني متعدد، فيعني مرهم متعدد الاغراض. ده كريم يدهن الصبح فروه الراس وبالليل تحت، ويا ريت يقص الشعر احسن ادام هنا في حال. وبعدين ناخد برضو حبوب رخيصه كده مضاد حيوي اسمها سبتازول، حبتين الصبح حبتين بالليل لمده 10 ايام. هو الحبوب دي ممكن تكون معليه السكر، فمجرد ان احنا نعالج الحاجات دي وربما السكر يتظبط لوحده ان شاء الله ويتصل بينا بعد 10 ايام. تمام. وخليها على علاج السكر اللي هو مش عارف اسمه.
المره الجايه بس يبقى عارف اسمه ان شاء الله. ان شاء الله. الاستاذه هند من القاهره، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت اسمك كده من الدكتور. اتفضلي اتفضلي يا استاذه هند. لو سمحت انا عندي ضعف في عضله القلب. عندك عندك ايه؟ ضعف في العضله. ضعف. الف سن كم سنه يا هند؟ 29. مين اللي قال لك ان يعني انت في ورم في الرجلين او بتنهاجي او كده؟ في نهجان. مع السلم ولا وانت ماشي عادي؟ لا في، وانا مره واحده بس كده جات لي كده مره واحده ان انا مش قادره اخد نفس. ده مش قادره اخد نفسي وجت بالليل، فعملت اشعه رسم قلب، وبعد كده قالوا لي تعملي اشعه ايكو طلعت 46. طب ما 46 مش وحش، مش وحش قوي يعني، مش وحش قوي يعني زي ما انت بتقول يعني. هي مثلا من 45 ل 65، ايه المانع ما تطلع 46؟ وبعدين ممكن تكون انت تعيديها تاني دلوقتي تطلع 50 55. ما انا عدتها وبعد كده طلعت 48 مع العلاج. جميل، حلو قوي. مع العلاج وبعد كده زادت تاني، بس انا مشكلتي في وسيله منع الحمل. برافو عليك. كل ما اخد برشام بيحصل لي تعب طبعا. طيب فقالوا لي لولب، واللولب مش نافع معايا، انا مش عارفه ايه الوسيله اللي هو ممكن ان انا اخدها. طيب اتفضلي اقفلي وهجاوب سيادتك. شكرا استاذه هند، شكرا. هي السؤال سؤال حقيقه مهمه قوي قوي. طبعا حكايه القلب اللي احنا نشخصها في قصور في عضله القلب ويتحط يعني هي هبوط في القلب اكيد، فده بناخد بالنا مره واثنين وثلاثه، لان احيانا يتعمل حاجه اسمها الايجكشن فراكشر اللي انا بتكلم عليها دي، اللي هو معدلات ضخ الدم في الشرايين بتاعه الجسم من خلال الاورطه يعني. القلب بيستقبل كميه دم وبيضخ جزء منها، فبنعمل معادله كده قد ايه خده وقد ايه ضخ منه. والمعادله دي المفروض تبقى 60% من 45 ل 60، من 40 ل 60 65 سليم كده. في السن الصغير ده ما اعتقدش ان هي عندها هذا الموضوع، هو حد ركن اليها، لان بيبقى عندهم اعراض متباينه واضحه جدا، نهجان وضربات قلب سريعه وما تعرفش تنام على كم خده ومش عارف ايه، لا بتبقى واضحه قوي يعني، تعرفش تطلع دور. فاعتقد التشخيص يعني جنبه الصواب زملاتنا يعني، او ما راحتش لحد متخصص. فانا شايف ان انت يا بنتي يعني بتزودي الامور زياده. طيب العلاج الهرموني هنا بيعمل اختزال للملح والميه جو داخل الجسم، ما بنحبوش. فانا شايف حتى تاخدي كده او كده في الوقت الحالي، هتاخدي دواء مثلا زي موديوريتك حبايه كل يوم لمده 5 ايام قبل الفطار، وتقللي الملح في الاكل ونشوف الوضع ايه، وتعيدي تاني الايكو ده في مكان غير اللي انت بتعملي فيه. لو في تضخم في عضله القلب كلمينا ضروري، ما فيش تضخم يبقى ما اعتقدش ان انت عندك حاجه وحشه. هو السبب ان الملح يا دكتور بيسبب تراكم ميه على الرئه؟ لا مش كده، الحمل بيزيد على القلب، بس انا اشك في التشخيص. تمام، من اساسه يعني. تمام، معانا الاستاذ علاء من اسيوط. السلام عليكم. الو، السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم. الله يخليك حضرتك يا فندم. والله حضرتك يا دكتور انا عندي مشوار، حاسه الشم والطعم رايحه ليها دلوقتي 4 شهور مش راضيه ترجع لحد الان. من ساعه ما ابتدت معايا الكورونا ما حصلش معايا اي اعراض خالص غير حاسه الشم والطعم بس. مش عايزه تروح خالص يعني دلوقتي، ما بتشمش ولا بتتذوق اكل؟ بلقط شم يعني لقطه خفيفه كده وبتختفي. في نشفان خالص. في نشفان في بقك او في مناخيرك؟ لا 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 خالص خالص. يعني ما فيش النشفان في الاماكن دي مش موجوده؟ لا 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 خالص، ما فيش اي اعراض عندي خالص. طيب الف سلامه، حضرتك اقفل وهرد على سيادتك. ماشي. شكرا يا استاذ علاء، شكرا. هو الكورونا دي واخد بالك مش هتتعرف قبل 5 سنين اكيد. وده مش احنا يعني مش عايزه شطاره ولا فقاقه، ده راي علمي من الخبره الطبيه الطويله، مش بتاعتي انا لوحدي، بتاعت مئات السنين او عشرات السنين الماضيه، خبره عالميه. يعني حضرتك في مرض اسمه هربس زوستر، ده بيطلع اسمه الحزام الناري. الحزام الناري ده عشان يربطوه بالجدير الكاذب اللي بيجي في الاطفال قعدوا 50 سنة عشان يفهموه. فطلع ان الفيروس بينام جوه حتت معينه في الجهاز العصبي
وينشط لما الانسان يكبر، يعني يجي للطفل وهو عنده 3 4 سنين وبعدين ينشط وهو عنده 30 40 50 سنه، يتعايش مع الفتره دي بيبقى نايم جوه. يا ساتر. ولو المناعه قلت او 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 يروح بك طلع لك حزام ناري زي النار، اسمه حزام ناري اسمه على مشابه. ممكن يعني ينتشر، تنتشر العدوى منه لل، ممكن يروح المخ كمان ويعمل مشكله. لا مش هو شخصيا، انا مش بتكلم على الحزام الناري دلوقتي يا اسامه، انا بتكلم ان الموضوع الفقد الشهيه وفقد الطعم وفقد السميل اللي هي الشم ممكن يكون الكورونا. صح. فلازم هو يمشي في تحاليل الكورونا دي وياخد لها علاج حتى لو الحراره ما ارتفعتش. هو ده بقى اسمه فيلوسوفي اوف ميديسين، اللي هو فيلوسوفي يعني ايه؟ فلسفه الطب. صح. فلسفه الطب هو علوم الطب ولكن من نظره فلسفيه داكينه. لا زي الشيخ الشعراوي يعني ما شاء الله، ما هو كان بيعمل القران بعلم ولكن عنده فلسفه العلم. صح. ولذلك كان منفرد. طبعا. الفلسفه معناها انك تاتي بجديد لم ياتي به الاخرون. مش عند الاخرين. فهو يتعالج من الكورونا واخبار حضرتك بكل حتى لو ما عندوش اعراض الكورونا. لا الكورونا ده مش هنعرفها قبل 5 سنين. صح. بدليل الجماعه عندكم في انجلترا ما وقفوا الفاكسين. مفيش خالص. ناس هيموتوا منه من ال، طبعا لان دلوقتي حقل تجارب يعني. ايوه مبكر. انا صح. عارف ان الكلام ده ممكن يبقاش يعني، لكن انا شخصيا ما اخدش الفاكسين ده خالص. صح. وليكن لان يعني ما نعرفش احنا رايحين فين بيه. بالظبط يا فندم. طيب ناخد ام فارس من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضلي يا أم فارس اتفضلي. نعم. أنا بيجيني صداع جامد قوي في راسي. في أي حتة في راسك؟ أي حتة في راسك؟ في دماغي من قدام كده. المنطقة دي زي ما أنا مشاور كده؟ مش شايفها. أيوه. هنا دي. ماشي. أيوه. ماشي. وعينيا أوقات ما بشوفش بيها خالص، يعني حتى دلوقتي بشوف لو الولد قال لي خدي اقري حاجه ما بشوفش ان انا اقراها. سن كام سنه؟ عندي 43 سنه. النظر اتغير ولا حاجه غير ان انت ما بتشوفيش يعني في الوقت العادي بتشوفي كويس؟ بشوف بس اوقات من غير حتى الصداع، يعني باجي اقرا حاجه ما عدتش قليل خالص لما اشوف مثلا واحده. عين واحده ولا العينتين؟ لا عين واحده. العين اللي قدامي ما بتحمرش احيانا؟ لا بتقعد اوقات تصر ميه كده وزي ما يكون فيها تراب من جوه. الدكاتره ما قالوكيش عليها ميه بيضة؟ لا بصراحه انا ما رحتش لاي دكتور. ما فيش سكر ولا ضغط؟ لا ما عنديش ولا سكر ولا ضغط. طيب هو بدخلك ان احنا لازم نشوف حضرتك العينين ونشوف قاع العين ليكون في ميه زرقاء ولا حاجه واحنا مش واخدين بالنا. الصداع ده له علاقه بالعينين وانت قلتيها، بس ممكن الصداع يعمل كده. فانت حضرتك لحد ما الصداع يروح هناخد حاجه اسمها بارامول 500 مللي جرام حبايه 3 مرات في اليوم. لو الصداع راح وعينيك بقت كويسه لا تروح يمين ولا شمال. لو فضل في لحضرتك وانا هكملك. شكرا يا مفارس. شكرا. ولو فضل حضرتك رغم انها بتاخد البارامول ده 500 مللي جرام حبايه 3 مرات لمده 5 ايام لو الصداع راح والعينين راحت يبقى خلاص، يبقى الصداع هو اللي جاب العينين. لكن لو ما راحش يبقى العينين هي اللي جابت الصداع. في الحاله دي نخاف لو يكون في ميه زرقاء، وده نوعين في من الميه الزرقاء. طب ده ما يكونش يا دكتور مثلا ضعف نظر وما بتستخدمش النظاره لما بتيجي تقرا بتصدع؟ عاده يبقى صداع من ورا. مش من قدام. عاده. لكن قدام قدام يبقى له علاقه بمقله العين. ورا يبقى له علاقه بمسارات النظر. النظر. لان انت بتشوف هنا بالحته دي. شوفوا العينين هم الكشافين دول. مراكز الرؤيه ورا. واخد سيادتك معلومه جديده دي. بس برضو كلامك صح يا أس. لو هناك حضرتك في اختلال في بنسميه يا ربي عدم توازن؟ لا 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 في حدة الرؤية بالنسبة للعينين فبتعمل تشنج في عضلات العينين. برضو كلامك صح مش غلط والله. طب الحمد لله. أخبارك. فالتشنج في عضلات العينين يديني الألم في المنطقة برضو خلف مقلة العين وفوق مقلة العين. بس أنا أعتقد إن القصة فيها ناحية نفسية. يكون عندنا تليفون واحد ممكن. القصه ممكن يكون فيها حاجه نفسيه. دايما هنا يبقى له نفسي. اللي هنا نظر نفسي جيوب انفيه او مشاكل ما لهاش حل. ما انا قلت لك نفسي يعني يبقى المنطقه دي. طيب ناخد السكر يجيب قدام او انخفاض الضغط شويه. طيب يعني. ناخد استاذ محمد من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بكلم الدكتور رسول. اتفضل يا استاذ محمد. سمعت يا دكتور، انا عندي مشكله ان انا لما باخد اي علاج برد حيوي او اي حاجه بيجي لي هبوط وبيجي لي تنميل في ناحيه الكتف الشمال كده. تنميل؟ ما بقدرش اقاوم، يعني ببقى عايز انام كده على طول دايما. سنك كام سنه؟ انا 38. طب ما تاخدش يا اخي، ادام الحمد لله انت كويس في العادي وتاخد اي دواء يتعبك، ممكن يكون يا اما نفسي يا اما بيأثر على الدورة الدموية. العلاج ان احنا نشيل ده عنده يرتاح ده من ده، ولا انت رايك ايه؟ معلش انا قلت اتصرف، بس ان انا كان عندي بصير بتنزف عندي الدم وكده. فلازم تمشي على دواء. لازم تمشي على دواء حضرتك. في ادويه موضوعيه للبواسير، بس في ادويه برضه لو خدتها ممكن تعمل لك مشاكل بالبق، ما تاخدها على خد حاجات موضوعيه، ايه رايك؟ تمام يا دكتور. تمام. الف. وبعدين بص يعني اما اقفل حضرتك وهكلمك. شكرا يا استاذ محمد، شكرا. احنا دلوقتي حضرتك عشان نربط الاعراض اللي عنده دي بالدواء، يبقى يقيس الضغط والسكر مع الدواء اللي بياخده. تمام. عينها يعني. السكر كام والضغط كام؟ لو دول سلام عادة يبقى دي آثار جانبية للدواء مش هنخاف منها. يعني مفيش مشكلة. يعني ممكن يكمل. طب لو مش سلام يوقف. اللي يوقف طبعا، لأن كده هو أثر على الدورة الدموية. صح. أخبار حضرتك، أو نزله السكر. بعدين هو بيقول مضاد حيوي وبس. تمام. يعني دكتور يعني لو نقدر ناخد السؤال ده كده في النص. اتفضل. وبالنسبه ايه يعني ايه مصدر جرثومه المعده دي؟ لا هي موجوده، ما هي قالت الاجابه، وهي بتسال عليها ان هو في معظم انا وانت عندنا جرثومه المعده دي، اخ بالك، وده الغريب. تمام. خش على طيب. على طول بدات الناس احسن. استاذه هند، السلام عليكم. مستنينا من بدري. عليكم السلام. لو سمحت انا لسه مكلمه الدكتور دلوقتي. اتفضلي. اتفضلي. اتفضلي يا هند. يا دكتور لو سمحت، وانا النهجان وان انا بنام على مخده عاليه كله ده كان بيجي لي في الضعف في العضل. طيب ما العضله دي ممكن يكون كان التهاب فيروسي وخفتي وبقيتي كويسه، مش لازم تعيش. ما انا عملت كذا اشاعه كذا في كذا مكان. ما انا خلاص، يبقى انت حضرتك دلوقتي عشان احنا بنتكلم عليه هنقلل الملح في الاكل وناخد حاجات تشيل شويه املاح من على القلب، وبالنسبه لمنع الحمل حاجة غير هرمونية اتظبط انت وجوزك بقى. طب يا دكتور لو سمحت، هو انا باخد تريتات 2.5؟ ماشي. باخد تريتات 2.5 نص حباية الصبح قبل الفطار، وباخد سريكينيزوك 50. ما اوكي، ايه الموضوع بقى؟ وكويسين. بس هما دول انا باخدهم. بس مفيش فتح شهية خالص، مع عندي ما باكلش خالص. وجسمي ما بيزيدش خالص، يعني انا عامه انا ضعيفه جدا. وزنك قد ايه؟ 50 او 51. طيب هتاخدي واحده حاجه اسمها ترياكتين، حبايه قبل الغدا بنص ساعه وحبايه قبل العشاء بنص ساعه، هتبقي زي الغول. وقفلي التليفون. شكرا. شكرا. لا لسه زي الغول. طيب. وبعدين وهي بقى ما تبقى زي الغول كده، تاكل حاجات نشويات كتير قوي يعني، وتاكل حاجات مسكره كتير قوي، لان المواد المسكره بتفتح النفس، وفي هرمون اسمه هرمون الجوع. هرمون الجوع ده اما تاكل بسبوسه وكنافه وقطايف وحاجات زي كده، وده اللي بيخليك تاكل كتير في رمضان، يفتح زياده، يفتح يديها هرمون جوع اكتر، فهتجوع اكتر. يبقى ترياكتين حبايه قبل الغداء بساعه، وحبايه قبل العشاء بساعه، فاول ما هتاخده هتنام شويه، وده كويس تاكل وتنام، واخد بال حضرتك؟ وهتاكل كويس وهتتخن قوي، ده بالتاكيد، بس تمنع الملح برضو ان شاء الله. ان شاء الله. نرجع للجرثومه. الجرثومه ايه سببها بالظبط؟ هي موجوده. لا هي موجوده حضرتك، بتعيش جوه المعده في الوسط الحامضي اللي هو بتاع المعده، ولقوا في الاول اول ما اكتشفوها لقوها مع الناس اللي عندهم قرحه، ولقوا مع الناس اللي عندهم التهابات في جدار المعده او ارتجاع في الحمض للمريء، واخد بال حضرتك؟ تمام. بعد كده لقوناها في ناس عاديه، يعني لقيناها في الناس العاديين. بس ما تتخلقش مثلا من الخضره، من السلطه، من الاكل. لا لا لا، ملهاش علاقه. دي ملهاش دعوه. وعلى فكره ان انت تعالجها بداعي او من غير داعي ملهاش لازمه. هو بس بنركن الى ساعات ان احنا نقول ايه؟ طب ما نعالجها بقى ادام لا تكون هي سبب القرح. لا ضير. نديها العلاج بتاعها، واخد بال حضرتك، اللي هو 3 اسابيع او 6 اسابيع زي ما يكون، واخد بال حضرتك؟ ولكن لو انا حاسس ان هي ملهاش لازمه اسيبها، ما فيش مشكله خالص. طيب. ناخد ابو محمد من بني سويف. سلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله ازيك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو محمد. أنا بعد إذنك عايز أكلم دكتور محمد. اتفضل اتفضل. عند المدام كانت بتشتكي بزورها على طول. أيوه. زورة جابتها. كشفت ويجي معاها موضوع الدوخة ده على طول، في دوخة. دوخة وزورها على طول تعبها ورجع على طول ناشف. سنها كان موضوع الدوخة دي شغالة على طول، كشفنا رمض دكتور فصلنا نظارة. لا هي دوخة. دوخة مع ورق ناشف. ورق ناشف؟ يا دكتور. وعملنا تحاليل غدة الدرقية ديت قالوا ما فيش حاجة، تحليل سكر ما فيش، كشفنا نظر الدكتور عملنا لها نظارة. الموضوع عجبتها ضغط زي خست زي الحقول خست لا برضه نفس الوجع هو هو لا وزنها ناشف وزورها كده على طول ساعتها يا الصوت وحش قوي ابو محمد انت أيوة باشا انت, انت قريب من التلفزيون قريب من التلفزيون طب ما هي دي المشكله بتاعتنا عشان الصوت مش واضح ابعد عنه شويه وطي التلفزيون ماشي وعلي صوتك بقى كده وخليه واضح بص يا سيدي سنها كم سنه المريضه سنها كم سنه كم سنه 27 سنه دكتور هتقرب لك ايه مراتي انا قلت سنه سنها كم سنه والله العظيم خليها تخلعك بكره المفروض تسال ولدك على سنها انت سنك كم سنه بقى يا دكتور احنا بلد ارياف وبتاع يعني فمش طبيعيين يعني ده كويس ان ما جاتش في الاسم لا لا بس انت عارف فلوسها قد ايه طبعا يا محمد اكيد طبعا بس يعني الواحد ايه يعني زي بعض المشاغل بس كده الله يقويك الله يبارك لك يا باشا الله يخليك خست ولا يعني وزنها خس ولا لا؟ الوزن خف خالص قد ايه يا حبيبي؟ قد ايه الوزن مثلا كده؟ 50 اقل من 50 حاجات بسيطه كمان لا يعني هي وزنها 50 كيلو دلوقتي صح؟ 50 كيلو كانت قبل كده ازيد من كده ولا هي 50 على طول؟ لا كانت ازيد من كده وخسرت كانت كام تقريبا؟ تقريبا كانت كام يعني انا بس النقط دي مهمه بالنسبه لي يا جماعه. انت معانا ابو محمد؟ الخط قطع؟ تقريبا الخط قطع. طيب هو خليك معايا كده بقى فكرني طبعا انت تمام هو شغلنا بانه مش عارف سنها ضيعني لا يا ريس انت اللي شغلت هو قال دوخه نشفها الريق تمام ايه تاني والدكتور عمل لها نظاره وعمل التحاليل غده درقيه طلعت طبيعيه مش كده هو الخسسان هنا نقطه مهمه قوي وبعدين احيانا يكون ده كله سكر والتحاليل مش مظبوطه فاحنا عايزين نعمل هو دلوقتي حضرتك زي ما قلنا للمريض اللي قبل كده هو الجماعه مش هم عندهم الصفحه بتاعتنا اللي هي بتاعت الفيسبوك ما يحطوها لنا في صفحه متهيألي حطوها حطوها على الشاشه هنا بس انا مش متابع حطوها صح حتى على الخلفيه ممكن عشان بس الناس ما تخش على في حلقه احنا قلناها على الفيسبوك يا جماعه يوم الخميس اللي فات مع الاستاذ اسامه الساعه 9 مساء بتتكلم ازاي نشخص السكر في البيت يعني شخصه في البيت خلال ساعتين كل الناس اللي بيتصلوا بينا قبل ما يتصلوا بينا يعملوا الموضوع ده بتكلفه لن تزيد عن 10 جنيه وتشخيص 100% اكثر دقه من المعمل يعني لو المعمل هياخد مثلا يجيبوا الجهاز في البيت الصغير لا يا اخي يستلفوه او الصيدليه بتعمل عينه ب 10 جنيه يجيبوه ويعملوه في البيت بس لازم في البيت فهم صح. يتفضلوا يخشوا على الصفحه بتاعتي او بتاعت الاستاذ اسامه استاذ حسام ويطلع هيلاقوا الحلقه بتاعت الخميس الجاي والخميس بصوا الخميس الجاي ان شاء الله نتكلم تاني هيبقى نفس الكلام يعني هنحط بقى ايه نقط صغيره تمام كده فمعلش لازم اعيد السكر بتاع المدام مرتين ثلاثه عشان اقول ما عندهاش اكيد اخبار حضرتك طيب ناخد الاستاذ مصطفى من المنوفيه مساء الخير يا فندم مساء النور حضرتك انا كنت عامل عمليه قلب مفتوح وكنت مغير شريانين الف سلامه الله يسلمك يا فندم من حوالي شهرين بالظبط بس بتجيلي ازمه الظهر مع الصدر مع الدراعات مع تعرق في الراس زي ازمه الجلطه فبصراحه انا مش عارف الازمه دي بتجيلي ليه رغم ان انا عامل قلب مفتوح هو المفروض ان الشرايين القديمه زي ما هي ولكن اتعمل وصلات لها يعني انت عايز تقول الاعراض ما زالت كما هي
ولا اتحسنت؟ بالظبط كده. في اعراض بتجيلي اليومين دول كتيره، للاعراض زي اللي قبل العمليه. طيب وعملت اشعه مقطعيه على الشرايين التاجيه، قالوا ان الوصلات الجديده سليمه، بس القديمه ما زالت موجوده، لان طبعا هي دي زي ما هو. لا معلش، بس انت شفت كميه الدم، توارد الدم قد ايه؟ ام انت عملتها حضرتك بالاشعاع مش كده، ولا عملتها اشعه عاديه؟ يعني اللي هو اشعه بالصبغه، اشعه بالصبغه اشعاعيه، ولا اشعه بالصبغه عشان تنور الشرايين والاورده؟ لا عشان تبين، انا مش عارف، اللي اعرفه انها بتبين الشرايين والاورده، طلعت زي التعابين كده. ايوه بالظبط كده، زي التعابين، واخد بال حضرتك؟ هو في أشعة تانية بنعملها حضرتك بالثاليوم، الأشعة دي بتبين تروية الدم لعضلة القلب نفسها. تمام يا فندم. اللي أنت شفته ده حضرتك شفت المواسير، شفت الأنابيب. لكن الأنبوبة دي بتودي كمية دم كافية لعضلة القلب ولا لأ؟ ده اللي بيعملها حاجة اسمها ثاليوم. أعتقد زملائي يعني بتوع القلب أشطر منا المفروض يعني. طيب حضرتك صدرك دلوقتي بعد العمليه والفتح والقفل، الحمد لله مفيش الم مفيش حاجه؟ لا بالنسبه لي مفيش مشكله، بس هي المشكله الازمه اللي بتجيلي دي هي اللي تعباني، ومانيش عارف يعني. انا باخد بلافيكس وباخد قطور طبعا وباخد اسبرين وكونكور خمسه. جميل ماشي، دول اساسيين معايا. انا لو من زملاتي هعمل. طب بص حضرتك، اقفل حضرتك وانا هجاوب. ألف سلام. شكرا عزيزي. شكرا استاذ مصطفى. في فرق بين الاشعاعيتين يا استاذ اسامه. تمام. ولا استاذ حسام؟ حسام بين قوسين استاذ اسامه. ماشي الاثنين. لا معنى انا من قوسين. خبر حضرتك. فهو حضرتك في ما نبين الطريق. تمام. يعني انت دلوقتي الشرايين دي هو شافها في ماده بنحقنها في الوريد، تروح جاي حضرتك منورالي الشرايين دي شكلها ايه فتبين. تمام. بس هل الشريان ده كبير ولا صغير؟ بيدي كمية دم مناسبة لعضلة القلب، بيدي اكسجين مناسب لعضلة القلب. دي بقى مادة تانية اسمها مشعة، اسمها الثاليوم. الثاليوم دي بقى بتنور عضلة القلب، واخد بال حضرتك؟ وتبان في الأشعة مستوى نورها ده يتناسب تناسبا طرديا مع كمية الدم اللي واصلة للخلايا. تمام. يعني بتوريك الخلايا، وده مهم. ده يعني يا دكتور يعني انت بتدور على ان لو في اي انسداد او اي يعني انا ممكن هو ذكي كمان هو بيتكلم. قال لك ان الناس وعملوا زملاتي اللي عملوا العمليه وصلوا شرايين بالشريانين التعبانين، واخد بالك؟ لكن الشريانين التعبانين لسه موجودين، هو عدى انسداد. تمام. هو نفسه بيقول كلام جميل جدا جدا، هو اكيد فاهم. فلو انا اعمل الثاليوم، والثاليوم ده حقنه بياخدها في الوريد ويخش ويخرج اشعه عاديه زي الفل، يعني مفيش مشكله. طيب ان شاء الله نقدر ناخد الاستاذ هاشم. اتفضل استاذ هاشم من اسيوط. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله استاذ هاشم. ازيك يا دكتور؟ اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. كل سنه وانتم طيبين يا باشا. حضرتك طيب. خير على اللي بتعمله. الله يبارك فيك. اللهم امين يا رب. دكتور انا مصاب بالقولون من يمكن من 30 سنه. نعم. وعامل لي تعني على طول، بخش الحمام في اليوم بتاع 7 مرات، خدت جميع ادويه الجهاز الهضمي، يعني النهارده واخد يوم ما يعلم به غير ربنا، رغم ان انا اكلت يعني لقمه بسيطه والصبح فين بكوبايه شاي، دخلت الحمام يطلع 7 مرات، وبطن دايما في الم تحت السره وفي الجنب ناحيه الشمال ومغص، ودايما عندي تعني القولون طارد للجوار. خلاص انا وصلت. انا بس حمام الصيف من كام سنه قلنا الكلام ده؟ من 30 سنه مصاب بالمشكله. طيب. ده سن سيادتك قد ايه؟ انا طلعت معاش ماشي بلوغ 61. في حضرتك بتخس ولا زايد ولا وزنك طبيعي؟ لا جسمه طبيعي، ما بخسش خالص. طيب حضرتك بتمشي وبتروح وبتيجي وكل حاجه؟ ايوه بمشي عادي، بس بحس بألم يعني. استنى خلاص يعني بقى يا استاذي الله يخليك، ما تعيدش تاني. انا عاوز نقط حضرتك. لا. خليه بس عشان ما تهش. فتحه الشرج فيها مشاكل؟ لا ما عنديش مشاكل، بس مع كتر دخول الحمام بيحصل لي التهاب فيها. التهاب، الله يفتح عليك. لكن لا في شرخ ولا في بواسير ولا في حاجه؟ لا ما عنديش الكلام ده. في دم بينزل؟ ما عنديش دم في البلاس خالص. خلاص خلصت. في بالهرسيا؟ لا.
كانت زمان واحنا صغيرين وتعالجنا منها واحنا بنعدي. طيب اقفل سيادتك وانا هجاوب على حضرتك. اقفل وانا هجاوب. شكرا يا استاذ هاشم، شكرا على الاتصال. بص حضرتك، هو احنا عندنا دلوقتي التعنيه المزمنه دي عاده بيكون بالهريسيا المستقيم في بلادنا، واخد بال حضرتك؟ وعلاجها هو طبعا خد ادويه زمان، بس ممكن تكون عملت تليف في المنطقه دي. تمام. طيب هنقول لا كده وخلاص، لا ندي علاج. هندي احنا دايما الدكتور اللي هو متفائل يحط الامور اللي هي ممكن. احنا خلصنا؟ انا مستني بس الكبسوله، ما انا ما اعرفش الوقت بيروح فين معك يا دكتور محمد. يا عم ده احنا بادئين ونص. يا جماعه هنطلع نتخانق معاهم بعد ما نخلص. ما هي بقى كده احنا داخلين على الدقيقه اللي هي طيب. الكبسوله بتاع البرنامج. اصل دي مهمه، الله يخليك، معلش. لا لا علينا خمس دقائق. بقول ايه بقى؟ طيب سامع. بص يا استاذ اسامه، اما واحد يكون عنده مرض مزمن لفتره طويله هو يبقى زعلان، انا ابقى فرحان. دي معناها يعني الاعراض دي اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ اصحى معايا. لا ما هو احنا فين استاذ هاشم؟ يا استاذ هاشم، الاعراض اللي انت بتقولها دي لو هي بقى لها شهرين انا اخاف جدا، ليكون لا قدر الله في اورام حديثه. انا باخدك بقى عشان تاخد ثواب معايا بالنسبه للناس التانيين. تمام. لكن كون بقى لها 30 سنه فده يطمني. ده واحد. اتنين، مفيش حاجة موجودة إلا التهابات في الشرج، احنا ممكن نستعمل مرهم برضو اسمه كيناكوم. ده تستعمله حضرتك لمنطقة الشرج من تحت ومن جوه، واخد بالك؟ تستعمله مرة ولا مرتين في اليوم. نمرة ثلاثة، هتاخد حاجة دواء ربما تكون بعد الأدوية انت خدتها، في حاجة اسمها ما الواد ده عشان الجماعة دول عشان بيوترني، واخد بالك؟ لا 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 مفيش توتر خالص. عشان عاوز اقول بسرعة. لا مفيش مشكلة. لكن انا لسه مبتدئين الحلقة، ممكن اعمل المقدمة تاني. طيب هناخد حاجة اسمها دوفالاك او لاكتيولوز، معلقتين كبار بعد كل اكل ثلاث مرات. هناخد حاجة اسمها سلفا، مش بقول لك هم سلفا بيرازول. تمام. لا بلاش سلفا بيرازول، سلازو بايرين. لا هناخد سلازو بايرين، اكتب وراي، حبتين بعد الاكل ثلاث مرات، قبل الاكل بساعة ثلاث مرات لمدة 25 يوم، واخبرك؟ تمام. يبعد ياخد دول بس. حلو. ويبعد على الحادق والحراق والمسبك والمشطط والحاجات دي. ممكن لو اللبن بيتعبه او منتجات الالبان بتعبه يبعد عنها. تمام. بامر الله هيبقى كويس قوي، انا متاكد. دكتور محمد في نهايه الحلقه انا بشكرك على حرصك على انك انت لاخر لحظه تدي الروشته السليمه. انا املي كده في طبعا في الوقت الضايع بتاع. اعذرني. هو الاستاذ جمال السبب. لازم اقفل. انا هو حر. اعزائي المشاهدين، وكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج. بس نقول لهم على يوم الخميس عشان بس. ان شاء الخميس الساعه 9 مساء. ان شاء الله يوم الخميس الساعه 9 مساء على الصفحه استاذ اسامه وانا الدكتور محمد الفيسبوك ان شاء الله من 9 ل 5 ده على الفيسبوك، وحلقتنا ثابته كل يوم من 9 ل 10 يوم الخميس. من 9 ل 10 الجاي ان شاء الله. ومن 6 ل 7 ان شاء الله. وبناخد راحتنا قوي بقى يعني هناك، بنقعد بقى يعني. تمام طبعا طبعا. يبقى عندكم مناقشات اكتر من كده اعزائي المشاهدين. وبكده نكون وصلنا لهذه الحلقه من برنامج كونسلت للميديسن. نشكركم لحسن الاستماع والمشاهده والمتابعه، ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. والى لقاء اخر بمشيئه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.